رمضان كريم. اليوم قصتنا حقيقية، مأخوذة من قصة حياة شخصية مونتي روبرت، ابن أحد مدربي الخيول. من لما خلق كان يمضي وقته عم يتنقل من إسطبل لإسطبل ومن منطقة لمنطقة يساعد بيه على تدريب الخيول وترويضها. لهيك ما كان يقدر يلتزم بالروحة على المدرسة نتيجة تنقله الدائم مع والده. وبيوم من الأيام وقت اللي كان بالمرحلة الثانوية طلب الأستاذ من الصف كتابة موضوع تعبيري بيقول شو عبالك تصير بس تكبر. ما تردد روبرت لأنه كان يعرف كتير منيح شو بده، ولهالسبب كتب 7 صفحات عن حلمه وهدفه. هالهدف بالنسبة للأستاذ بوقتها كان غريب شوي لشاب بعمر المراهقة، فكان عم يحلم يصير مالك لمزرعة خيول، ولأنه حلمه كبير توسع بهالموضوع حتى كتب 7 صفحات فصل خلالها موقع المزرعة وإسطبلة ورسم كمان مخطط إلها. وبعد ما سلم الموضوع بيومين حضر الأستاذ تيوزع العلامات. للأسف حصل روبرت على نتيجة ما كان متوقعها، راسي. استغرب روبرت كتير وسأل الأستاذ عن سبب الرسوب. كان الجواب حلمك منه واقعي أبداً وما بيتناسب مع ولد مثلك، خصوصاً أنه أنت ما بتملك لا المال ولا الموارد، هيدا عدا عن أنه أنت ابن عائلة غير مستقرة ومن المستحيل أنه تحقق هالهدف. وبعد هالإجابة الصادمة قرر الأستاذ يعطي روبرت فرصة ثانية، فطلب منه يكتب من جديد نص تعبيري يحكي فيه عن حلم، بحجة أنه لازم يقدم له نص واقعي وفكرة منطقية أكثر من اللي هو كان مفكر فيها. رجع روبرت على البيت وخبر والده بيلي صار وطلب نصيحته، فجاوبه البي يا بي النص اللي رح تكتبه مهم كتير وأنا ما في اتدخل فيه ولازم تجرب توصل لجواب منك لحالك. مر يومين عاد بعدها روبرت لعند أستاذه وهو حامل موضوع التعبير السابق نفسه وقدمه من جديد وقال له أستاذ احتفظ بعلامة الرسوب وأنا راح احتفظ بحلم. هيدي كانت قصة حقيقية رواها مونتي روبرت عن حاله بعد ما حقق حلمه فعلا. وللي ما بيعرفوا مين هو فهو أحد أشهر مدربي الخيول، وهو اليوم عايش ببيت كبير بمزرعة خيول ضخمة مساحتها بتتجاوز 200 دونم. العبرة من هالقصة بتقول سير خلف شغفك لأبعد حدود، وإياك أنه تستمع للناس يلي مش مآمنين بقدراتك ولا مآمنين بأنه إذا سعيت رح تقدر تحقق أحلامك وأهدافك.
الهدف بالحياة ما بده كتير تيتحقق، بده شوية إصرار وعزيمة ومجهود وثقة بالنفس.